ولمناقشة مصادرة أراضي الفلاحين في شرقي اللطيفية جنوبية بغداد ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد النائب السابق كامل نواف الغريري. أستاذ كامل، مرحبا بكم. يعني ربما تناولنا في هذا التقرير بعض المعلومات عما يحدث في شرق اللطيفية. أنتم من أهالي المنطقة، نريد أن تطلعنا أكثر على ما يحدث في شرق اللطيفية، مثلا متى بدأت الأحداث، لا سيما أن عمليات فسخ العقود سبقت قرار نزع الملكية. تفضل أستاذ كامل. نعم أخي العزيز، عندما فوجئنا بهذا القرار اللي سيطر أو من قبل وزارة الدفاع أخذ هذه الأراضي أو الاستيلاء عليها من قبل وزارة الدفاع، فحاليا قبل ساعة قبل ما تتصل بي تم الاتصال هاتفيا بالسيد معالي الوزير وزير الدفاع. نعم. وزير الدفاع اتخذ قرار، قال احنا سوف، نعم قال هذه الأراضي تم أخذها، بس احنا حاليا رسالة تتوجه إلى أهالي اللطيفية وإلى الفلاحين وإلى المزارعين عدم المساس بأي شبر من هذه الأراضي، وسوف تبدل بأرض أخرى غير هذه الأراضي اللي هي 15,000 دونم. هاي قبل قليل طبعا كان تصريح للسيد وزير الدفاع، واتصلت بيعاني هاتفيا مع السيد معالي الوزير. نعم. فالأمر أعتقد اليوم السيد معالي الوزير هو اللي يحسم الأمر عن هذه الأراضي أو عدم الاستيلاء أو الإمساس بهذه الأراضي اللي هي كانت من عهود قديمة منذ توزيع الزعيم عبد الكريم قاسم إلى الفلاحين. وأنا تحدثت بهذه الطريقة مع السيد معالي الوزير، فهذه الأراضي ليس هي اليوم، وإنما حسب قانون 117 قانون الإصلاح الزراعي. نعم. 117 اللي هي توزيع عبد الكريم قاسم وأجيال بعد أجيال. فتحدثت مع السيد الوزير قلت له فما من حق أي حق أن تأخذ هذه الأراضي أو تستولي عليها بكون هذه الأراضي من الأراضي الزراعية المستصلحة وتوجد حصة مائية ومن أحسن الأراضي وتعتبر سلة بغداد. فالرجع كان تراجع وقال فسوف أعاني عن بيع هذه الأرض، ستبدل بأرض أخرى بعد ما اتخذت الأمانة العامة أو المالية بالاستيلاء على هذه الأراضي وتحويلها إلى وزارة الدفاع أو وضع اليد عليها من قبل وزارة الدفاع. طيب. فأعتقد المشكلة سوف تتحل حل من قبل السيد معالي وزير الدفاع. طيب أستاذ كامل، لو تحدثنا عن المتسبب، هناك يعني حديث عن استبدال أراضي معسكر طارق في الأنبار بأراضي أو بأرض زراعية في اللطيفية، من المتسبب بهذه العملية أستاذ كامل؟ نعم أكو بعض الجهات سيدي، أكو بعض الجهات المتنفذة اللي هي استولت على معسكر طارق وحولتها إلى وحدات سكنية وعوضتها في مناطق اللطيفية اللي هي تابعة لبغداد. هذا لا يجوز في القانون أو في الدستور، بحيث أني تأخذ أرض تابعة إلى وزارة الدفاع وتتحول إلى وحدات سكنية، وعندما تطالب بها وزارة الإسكان وزارة الدفاع تطالب بهذه بمعسكر طارق يعوضوهم حسب الجهات المتنفذة اللي هي تعاونت معها وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وشكلت لجان واستبدلت هذا المعسكر في أراضي باللطيفية. أستاذ كامل، هناك فساد سياسي وريشة انتخابية، وأيضا هناك فساد حكومي بنزع الملكية لصالح الأحزاب المتنفذة، لكن هنا أين تقف الجهات الرقابية؟ ما دورها إذن؟ نعم أخي العزيز، اليوم المشكلة مشكلة العراق مشكلة كبيرة. نعم. واليوم بعض الجهات المتنفذة اليوم تصور وتجول وتلعب في أموال، ووصلت إلى مرحلة عيش الإنسان. اليوم لحقة الفلاح إلى عرضه، وصلت المرحلة بحيث اليوم بعض الجهات المتنفذة عندما اليوم تأخذ أراضي وتستفاد بها ولأجل جمع الأموال والاتفاقات الغير معروفة، واليوم تلحق المواطن إلى الأرض مالته وتساوم على أرضه. فهاي بالنسبة لكل الجهات اللي موجودة المتنفذة اليوم تصول وتجول وتلعب في 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 أرزاق الناس، معنى وصلت إلى أرزاق الناس. طيب أستاذ كامل، بماذا تفسر منح الحكومة الحالية يعني تعطي عقود لأشخاص آخرين هم من خارج الناحية، على الرغم من أن الأراضي مثبت ملكيتها لأهلها؟ نعم هذا مفهوم أخي العزيز، اليوم مفهوم هذا الأمر. اليوم الجهات الموجودة المتنفذة واللي تمتلك السلطة وتمتلك السلاح اليوم على أي أرض تقدر تسيطر عليها وتستولي عليها، واعتقد اليوم موجود هذا في كل محافظات العراق.
وخاصة في كل المناطق اللي موجودة. هذه الجهات عندما لا يوجد قانون يحكم البلد ولا توجد هناك قوة عسكرية اللي هي تمنع السلاح المنفلت، وهذه الجهات المتنفذة اليوم تستولي على بعض القطع الأراضي وبعض المناطق الأخرى واستحوذ عليها وتسيطر عليها بالسلاح وبالقوة، وهذا الأمر موجود في البلد. فهنا عندما لا توجد حكومة قوية ولا يوجد قانون اليوم يعاقب هذه الجهات الأخرى للتحرك وتصول وتجول في البلد وتسيطر على بعض المكانات الأخرى وتستولي عليها وتصبحت مثل التجارة اليوم، تجارة البيع والشراء. أستاذ كامر، لماذا تستهدف اللطيفية؟ يعني لماذا بالتحديد اللطيفية دون غيرها من المناطق؟ والله أخي العزيز، أنت تعرف أنت اليوم اللطيفية هي اليوم، أعتقد اليوم السيد معالي الوزير كان ليس عنده علم بياخذ هذه الأراضي، وأعلاه طبعا تفاجأ الرجل اليوم عندما تحدثت معاه. نعم. فكان له موقف وموقف الشجاع، وأعطى رسالة إلى أهالي اللطيفية. نعم. وإلى عشائرها اليوم عدم الإمساس لو شبر واحد من أراضيها، وسوف تبدل هذه الأراضي ال 15000 دونم بمقاطعة أخرى اللي هي لا توجد بها سكان، وتكون معسكرات أو يأخذوها توضع على اليد لوزارة الدفاع. فإحنا اليوم عندما تكون هذه اللطيفية، تعرف اليوم اللطيفية من الأراضي الجيدة ومن الأراضي المستصلحة، وتوجد بها زراعة اللي هي أريد أقول لك إياها تغطي كل محافظة بغداد والمحافظات الأخرى. فتستهدف اللي ما أعرف أنا شو الاستهداف اليوم اللي يحصل على هذه المناطق، وهذه المناطق اليوم حتى عشائر تنوع العشائر بها وليس ترى من عشيرة واحد. نعم. من بغداد النائب السابق كامل نواف الغريري، شكرا جزيلا لكم.